السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم صف سادس في اليوم الثالث من الأسبوع الثامن. درسنا اليوم تكملة للنص نشيد ذاك هو الله، وهو الجزء الثاني من الأبيات. هدف اليوم أن يبين المتعلم المعنى الإجمالي للنص الشعري، محددا الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية. مخرجات التعلم: توضيح المعنى الإجمالي في النص الشعري، تحديد الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية في الأبيات. هيا نقرأ الأبيات السابقة مع الفيديو، ثم نستخرج الفكرة العامة للأبيات. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة، وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطره، فصير الأرض به بعد غرار خضرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. بعد أن استمعنا إلى الفيديو، هيا بنا نقرأ الأبيات. انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطره، فصير الأرض به بعد غبرار خضرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. والآن حان دورك لقراءة الأبيات، نقرأها مرة أخرى. انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة، فصير الأرض به بعد غبرار خضرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. هيا بنا طلابي نتعرف على معاني الكلمات الجديدة. معنى كلمة إغبرار أي انتشار الغبار. معنى منهمرة أي غزيرة. بالغة أي عظيمة. وهنا انظر إلى الغيم، كما قلنا من قبل، انظر أسلوب أمر. وفصير الأرض به هنا بعد غبران خضرة، هنا أسلوب استفهام يستفهم عن من الذي فعل ذلك، وهنا أداة الاستفهام محذوفة. هيا بنا نتناقش سويا في هذه الأبيات. ما الفكرة الرئيسية للأبيات؟ ما سبب تكرار الأمر انظر؟ أحسنتم، التكرار يفيد تأكيد المعنى وتوضيحه. ضميرا نحدد نوعه؟ أحسنتم، هو، وهو ضمير غائب. ما دلالة كلمة منهمرة؟
أحسنتم، تفيد الاستمرار والكثرة والغزارة أيضاً. ما الفكرة الفرعية في هذا البيت؟ بيت انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره تدل على التفكر في خلق الإنسان. أحسنتم. ما نوع القافية في الأبيات؟ أحسنتم، قافية موحدة وهي آخرها الهاء والتاء المربوطة. التقييم البنائي، هيا نضغط على رابط كاهوت لنتسابق سويا في حل الأنشطة والأسئلة. سؤال تحدي، ماذا يحدث لو قلت الأمطار بشكل كبير؟ وما السبب في ذلك؟ والآن هيا نربط بالواقع والمواد الأخرى. تفكر في هذه الآية الكريمة ووضح أثرها في البيئة. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وهنا الآية تدل على أن السحاب الذي يسيره الرياح عندما يمتلئ بالمطر الغزير ويخرج من خلاله المطر يصيب به الله عز وجل من يشاء من الله عز وجل من يشاء من عباده، أي الأرض التي يشاء الله أن يصيبها المطر فيخرج منها الخير الكثير فيستبشر بها الناس. فهذا يدل على أن المطر أينما حل يكون خيرا. الربط بالهوية الوطنية، وضح مدى اهتمام الشيخ زايد رحمه الله وشيوخ الإمارات بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال هذه الأقوال التي يجب أن تقرأها وتهتم بها. النشاط الأول، عليك أن تقرأ النشاط وتطبق من خلال فهمك للأبيات وحل الأسئلة التالية. النشاط الثاني، طبق من خلال فهمك للأبيات وأجب عن الأسئلة التالية. النشاط الثالث كذلك، اختر أنشطة من الأنشطة السابقة، أما النشاط الأول أو الثاني أو الثالث، وأجب عنه في دفترك. التقييم الختامي، هيا بطل قيم نفسك من خلال الضغط على الرابط التالي. والآن موقع صفير، افتح الموقع وقم بقراءة القصة التي حددها لك معلمك وأجب عن الأنشطة المخصصة لها. شكرا لكم، صف سادس، مع السلامة.